السلام عليكم حبيباتي، اليوم جينا بفيديو تعليمي للدورة اللي رايحين نفتحوها، دورة تعليم الكروشيه من الصفر للمبتدئات. الفيديو تاع النهار اليوم راح يكون حول نوعية الخيط وإبر الكروشيه. بسم الله، عندنا إبرة الكروشيه هذه الخشينة، هنايا عندي 3.5، كاين بزاف تلقاو الأرقام هنايا مكتوبين، كاين بزاف الارقام، كاين الاكثر وكاين اللي اقل في السمك. هذو يستخدموا للخيوط الخشينه كيما الصوف والكليم وخيط السلسله. وكاين هذا اقل منه ثاني في السمك، يستخدم ثاني الخيوط كيما الصوف تكون رقيقه، نستخدموا هذا. وكاين هذا رقم 21 و0.55 مليمتر. انا هذا نستخدمه لصناعة صدور الكروشي بخيط الحرير. هذا الخيط نستخدمه نخدم به، كذلك تقدروا تخدموا به لنا بكروشي بخيط دي ام سي. المهم كاين بزاف الارقام، وكل كروشي تستخدميه على حساب الخيط اللي راح تخدمي به. بالنسبة للخيوط جبت لكم بعض من الخيوط اللي متوفرين عندي في المنزل. كاين خيط، هذا خيط السلسلة يشبه الكليم لكن ماهوش كليم، خيط السلسلة هكذا اسمه، جاي يتكسل شوية، تستعملوه في خدمة ليسوطاس هكذا، علب كيما هذا هكذا تخبيو فيهم الحوايج للتنظيم. كاين الصوف، الصوف كما تعرفوها نستخدمو بها حوايج الصوف، نستخدمو بها راح يكونوا لنا فيديوهات بزاف لصناعة أشياء بالصوف، ملابس إلى آخره. وعندنا هذا الحرير نستخدمو في صناعة صدور الكروشيه، البوندانات إلى آخره، نستخدمه ثاني في عدة أعمال.